اخيرا اقول جمله سريعه على محمد صلاح يا كريم. لما تيجي تبص في ارقام كتير عن محمد صلاح، شفت الانترو اتكلمت على ارقام كتير، لكن في حاجه عايز اقف عندها وناس تقف عندها كتير. محمد صلاح في رقم عامل لبس عند الناس، هو جايب 43 وجايب 47. هو محمد صلاح جايب 43 وجايب 47 ازاي؟ هو جايب 43 دون التصفيات، نتكلم من اول دور المجموعات الدور الرئيسي وانت طالع، وجايب 47 في البطوله كلها. رقم ال 47 ده حاطط صلاح في المركز ال 13 قدامه ثلاث اهداف فقط علشان يتعادل مع فليبو انزاجي ويخش ال 50. مش هي دي العشر الاوائل، يخش ال 10 الاوائل ويبقى عنده 50 هدف. مش هي دي. انت لما تيجي تبص مفيش ولا لعيب موجود في اللي قبل محمد صلاح حاجه من الاثنين، هم حاله من الاثنين ما لهمش ثالث. يا لعيب اكبر من محمد صلاح من 3 ل 5 سنين، زي هم ثلاث لعيبه لسه بيلعبوا، اربع لعيبه بيلعبوا، ابراهيموفيتش ما بيشتركش في دوري الابطال، كريستيانو رونالدو خلاص قرب يعني خلاص بنتكلم عليه بتوني مسيرتها، ميسي، مولر تجاوز 33 كلهم اكبر محمد صلاح او اساطير اعتزلت، فان نيستروي، راول جونزاليس، ايزيبيو متساوي مع محمد صلاح عفوا. فما بالك انك انت بتتكلم، شوف انا قلت كم اسم كريم. محمد صلاح اللي بيحبه واللي ما بيحبوش جوه مصر وبره مصر اتنقل خلاص من خانه اللعيب العالمي لخانه الاساطير. انا بتكلم على اللعيبه كل اللي قبليه اساطير، حتى اللعيبه اللي متعادلين معاه او اقل منه اساطير. بتكلم عليه اعتزلت اساطير، فان ستروي ما اسطوره، راؤول جونزاليس ما اسطوره، كريستيانو، ميسي، مولر، ابراهيموفيتش. فالرقم ده بالنسبه لي لما قعدت ابص على الليست كده يا كريم يعني شيء بالنسبه لي والله فخر كبير جدا. مش كلام، مش احنا قاعدين بنتكلم في بروجرام، لا اتفخر لما اسم لعيب مصري عربي محطوط في لستة موجود فيها الأسماء دي، وهو لازال بإذن الله قادر على 4-5 سنين كمان لا يعدي ويخش في الأرقام دي. طبعا الخامس راؤول جونزاليس 71 بعيد عن كريستيانو ميسي، يعني مالناش دعوه بكريستيانو ميسي، لكن الثالث لا انا اتمنى انه يخش في الخامسه لان الخامس طبعا هو راؤول 71 دنيا بعيده شويه. لكن انا بالنسبه لي ان صلاح ان شاء الرحمن في هذه النسخه يدخل في التوب 10 ده شيء عظيم جدا ان شاء الله.